النهارده كمان هنروح لجوله اخباريه سريعه وكشف يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول عن الموقف النهائي لاصابه محمد صلاح وفان دايك ثنائي الفريق. وقال كلوب انه بيامل في تواجد هذا الثنائي في مباراه ولفرهامبتون المباراه الختاميه طبعا للدوري الانجليزي، لكن تواجد اللاعبين في نهائي دوري ابطال اوروبا هيكون مؤكد. وقال كلوب كمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراه ساوثهامبتون، البداية تكون مع الصحف الأسبانية وصحيفة ماركا الأسبانية ركزت على وجود اتفاق بين ريال مدريد والنجم الفرنسي كيليان امبابي، وكتبت نعم تم الاتفاق من مبابي نحو ريال مدريد. أما صحيفة سبورت الأسبانية فركزت على برشلونة وبداية التغيير في الفريق. الصحيفة تكلمت عن تكريم أبطال ويمبلي في برشلونة حققوا أول لقب لدوري أبطال أوروبا وكتبت تكريم عاطفي لأبطال ويمبلي. سبورت كمان اهتمت بالبولندي ليفاندوفسكي وكتبت بايرن ميونخ يبدأ البحث عن بديل ليفاندوفسكي. من سبورت هنروح دلوقتي للموندو ديبورتيفو ركزت على مستقبل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي وكتبت ليفاندوفسكي قال نعم لبرشلونة. صحيفة كمان اتكلمت أيضا عن صراع الهبوط في الدوري الأسباني وكتبت أرقام النزول في الدوري الأسباني قادش الأكثر احتمالا للهبوط. واهتمت كمان الصحيفة بمستقبل كيليان امبابي وكتبت ريال مدريد لن يعلن التعاقد مع امبابي إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس. نروح دلوقتي من الصحف الأسبانية للصحف الإنجليزية وتحديدا صحيفة ديسان اللي ركزت على هزيمة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وفشلوا في استعادة المركز الرابع وكتبت يبدو أن حلم أرسنال في دوري أبطال أوروبا انتهى مع وجود توتنهام في المركز الرابع. كمان تحدثت عن صفقة بيع نادي تشيلسي. أما الصحف الفرنسية وبالتحديد صحيفة لوكيب ركزت على التشويق اللي بيعمله طبعا الفرنسي كيليان امبابي مع نجم باريس سان جيرمان بخصوص مستقبله وكتبت مهرجان كيليان امبابي. ومن لوكيب الإنجليزية نروح للصحافة الإيطالية وتحديدا كوريري ديلي سبورت الإيطالية وركزت على تعادل يوفنتوس ولاتسيو 2-2 في الدوري الإيطالي ووداع الفريق الثنائي كليني وباولو ديبالا وكتبت الظهور الأخير برفقة يوفنتوس. واهتمت الصحيفة بالفرنسي كيليان امبابي وكتبت امبابي إلى ريال مدريد هناك اتفاق تم. دي كانت جولة سريعة على الصحافة الرياضية العالمية.